انا بس يا دكتور معيد، هات السلايد اللي هو رقم 1 أو 2 اللي فيه المصروفات والإيرادات للدولة الأولاني أو اتنين، 1 أو 2 أفتكر. اللي قبله كمان. طيب، طب اتفضل استريح. اتفضل استريح. أنا هتوقف قدام ده، لأن إحنا كنا دايماً نقول ليه إحنا كده؟ أنا كنت دايماً أقول كده، ليه إحنا يعني ليه ظروفنا صعبة؟ ظروفنا صعبة دايماً. هو لما إحنا بنطرحها بنقول من سنة 80 للنهاردة، مش الهدف منه أبداً إن إحنا ندافع عن نفسينا، قد ما إحنا بنحاول نقرر واقع، نقول للناس إيه الحكاية؟ بنقول الحكاية ليه؟ مش بنقول الحكاية عشان نسيبها حكاية، عشان لازم نتخلص منها، عشان لازم نتخلص منها. واجي هنا اقول ايه، انت لما هي دولة من سنة 80 لغاية دلوقتي دايما عندها يعني ايه ايراد ويعني ايه مصروف؟ ببساطة الدكتور ما يتكلم في حاجات كتير قوي وكلها يمكن تكون يعني الاقتصاديين والمعنيين بالامر ده يمكن يقدروا يستوعبوا بسرعة، لكن أنا بتكلم عن المواطن اللي في الشارع اللي ماشي عايز يفهم. أنا بقول له ببساطة، دخلي اللي هو دخل مصر، إيرادنا اللي هو إيراد مصر، مش قد مصروف مصر. من إمتى؟ هقول لكم على حاجة، مصر لم تستدين حتى سنة 70، مش كده يا دكتور معيد؟ لم يكن عليها ديون لغايه سنه 70، لكن تداعيات الحرب فرضت على مصر ان هي عشان تتجاوز الازمه بتاعه الحرب في 73 ان يبقى الدوله تدخل تجيب يعني موارد بالدين، وده بدايه الدين من سنه 71. ولا انا بقول كلام؟ طب يعني ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ يعني كان في واقع من الخمسينات وقبلها لغاية سنة 70، ثم في واقع ابتدى يتغير من سنة 70 اللي بعد كده. ده مهم ان احنا نعرفه كمصريين بما انها بلدنا، واحنا عايزين نبقى نشوفها في مكان تستحقه. القلة والعوز مش مشكلة، المشكلة انك تقبله، المشكلة انك تقبله، المشكلة انك انت ما تبقاش مستعد تقاتل من اجل انهائه. لو انت، طب اللي قبل مننا ما حاولوش؟ اكيد حاولوا، عشان بس انا دايما اكون امين مع نفسي ومعاكم. لا يمكن، لان الناس اللي كانوا موجودين قبل مننا على مدار من 80 للنهارده ناس مصريين بيحبوا بلدهم ومتعلمين وفاهمين، بس يمكن يكون حجم التحدي كان كبير قوي.